بمقطع اليوم راح نجرب اغرب واخطر خدعه تيك توك اللي موجوده في الشابتر الاول. طبعا يا جماعه صار لنا زمان كثير ما نزلنا عن التيك توك، اخر مقطع كان من 3 أسابيع. احسن الله ياخذ التيك توك. فبس قبل ما نبدا بدي اياكم انه توصلوا هذا المقطع، ضروري نوصله فوق ال 20,000 لايك لازم، عشان يعني وصلوه بعدين بحكي لكم ليش. وشكرا من اعماق قلبي لكل شخص عم يستخدم كود الايتم شوب SBI. حرفيا يا جماعه في عدد كبير كبير، اكبر عدد مسيرتي كلها قاعدين يستخدموا الكود، اقسم بالله اني احبكم. وهلا يا جماعه خلينا ندخل للتيك توك. اول خدعه يا جماعه الخير واللي هي بيشرح لك كيف تاخذ سلاح وقت تستخدم الريفت. شفتوا هو استخدم الريفت لكن ما قدر ياخذ الريفت اللي موجوده بالارض. الطريقه الصح تبني وبعدين ترمي السلاح اللي انت بدك تاخده بالارض وتيجي تاخذ الريفت. كيف نسويها؟ يستخدم الريفت وينزل بسرعه ياخذ السلاح ويدخل الى الريفت. يلحق والله لو يلحق تكون اسطوريه. اخذ الريفت ودخل وانا كل شوي ارمي اسلحتي بالارض. خلينا نجربها. طيب يا جماعه حاليا حصلت على ريفت وشوفوا الانفنتوري عندي كامل، فلو بدي اخذ الريفت لازم اني استغني عن سلاح. فمثلا ممكن اني ارمي الجكجك عشان اخذ الريفت، ولو استخدمت الريفت ما راح اقدر اني اخذ جكجك. شوف راح اجرب ما اخذتها، ولو راح انزل بسرعه الريفت راح تختفي. خلينا نلحق نشوف. بسرعه اخذ. اوه ماي جاد الريفت راح تختفي، مستحيل تلحقها. لكن خلينا نجرب خدعه التيك توك اللي هي انه نبني اتوقع 3 درج وبعدين نحط هيك، وبعدين نجي نجيب السلاح اللي بدنا ناخده معانا بعدين نخليه هنا ونستخدم الريفت بهاي المنطقه. خلينا نجرب يا رب انها تزبط معانا ونلحق ناخذ الجكجك ونطير مره ثانيه بالريفت. ترى ايوه ليتس جو زبطت هي. والله لازم اني اسويها دائما. خلاص هلا يا جماعه في عندنا هاي الخدعه واللي هي اذا نزلت على هذا الجبل الجنب سالتي. انا هي اكيد اكيد راح اجي وانزل هيك، انا هذا اللي بسويه. طريقه غلط. شو الطريقه الصح؟ تجي عند الزيبلاين وبعدين طريقه اسرع. خلينا نجربها. طيب يا جماعه دخلنا الى الجيم حاليا، هذا هو الجبل اللي جنب منطقه سالتي اللي لازم ننزل فوقه اول واحد. او ماي جاد في عالم في انا شكلي اصلا اتاخرت. شفتوه هذا بيحاول ينزل، راح استخدم حركه الزيبلاين قبله. تعال هو انا رايح فين انا راجع. اوكي انا اتاخرت من عيد محاوله. في احد نازل؟ والله في عالم، يب في عالم. الزيبلاين وبعدين نط. ايوه ليتس جو زبطت. تعال ايوه في واحد هون. تعال خد ايوه خد 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 ايدكم. الحركة راح تفيدك، جربها. هون يا جماعة في عندنا خدعة كيف تحصل على بومب اسطوري بكل جيم. في 3 أماكن بيطلع فيها، أول منطقة اللي هي موجودة بشيفتي هنا، شفتوها؟ حدد عليها. عند هذا الجبل. أوه ماي جاد شوفوا حصل بومب اسطوري، وبمنطقة ثانية عند الكرسي كمان تحصل عليها دائما بومب اسطوري. ومنطقة ثالثة اللي موجودة جنب بلاكي. وين؟ عند التمثال، شايفين؟ كمان فيه. اوه ماي جاد لو انه الخدعه صحيحه كل جيم لا انزل بواحده من هالمناطق. اول منطقه يا جماعه واللي هي موجوده عند منطقه شيفتي عند هذا الجبل بالتحديد. هذا اول جبل هون ما في عليه شيء، الله ياخده شكله كذاب. وهذا الجبل الثاني ربيته، هو حصله جنب الزيبلاين هنا لكن ما فيه. في لاعب، خلينا ننزل. اصبروا خذ. السلام عليكم. أنا عازل. المنطقة الثانية يا جماعة واللي هي هنا موجودة جانب كمان شيفتي عند الكرسي، مفروض انه يكون في بومب اسطوري فوق لكن ما في بومب. في اس ام جي لكن ما حصلنا بومب. طيب خلينا نشوف ثالث منطقة واللي هي موجودة جانب لاكي عند هذا التمثال بالتحديد، واللي مفروض انه يكون فوق هذا التمثال في بومب اسطوري لكن انا شايف في 3 شيست. اوكي خلينا نفتح الشيست اللي موجود فوق التمثال، ممكن نحصل بومب. نوب نوب نوب. طيب خلينا نشوف خدعة ثانية واللي هي باستخدام الدباب. استخدم الدباب على صديق اخوي. اوه وين طار؟ خلينا ندخل فورا ونجرب هاي الخدعة. فحاليا دخلت جيم وحصلت على دباب وفي معي واحد، راح اجرب هاي الطريقة، هل ممكن انها تزبط في الشابتر الاول ولا كذب؟ خلينا نشوف. راح ناخذ الدباب ونمشي عليه. ايوه اصبروا. يلا ليتس جو. يوهو وين طار؟ او ماي جاد والله الطريقه صعبه. هذا شو؟ في هون جاك جاك. استخدم الريفت مع التسلق ينزل فورا ياخذ الجاك جاك وبعدين يطير. خلنا فورا نجربها.
طيب يا جماعه حاليا لقيت ريفت، خلينا نجرب الطريقه. رح ارمي الميدكت واخذ الريفت، تمام، بعدين اجي ابني هون ولازم اني اتسلق وبنفس الوقت استخدم الريفت. يا بسم الله، خلينا نجرب استخدم نتسلق. اوكي ليتس جو، زبطت والله والله زبطت والله زبطت. يا جماعه شكله هذا جليتش، هي افضل طريقه انك تاخذ فيها سلاح ثاني باستخدام الريفت. الطريقه الاولى معفنة، هاي افضل استخدموا هاي. هون يا جماعه في عندنا خدعه واللي هي دبل بومب في الشابتر الاول، شايفين قاعد يستخدم الدبل بومب ايزي. اوكي بنروح الى الاعدادات، بعدين بنروح عند كويك ويبن، هنا بنخلي اي زر انت فيك تضغطه وقت تضرب. اوكي هذا بيشرحون للكنترولر، شوفوا الكنترولر شلون، ما بعرف اذا الطريقه صحيحه لكن شوفوا هاي الكنترولر. او ماي جاد، خلينا نجربها خلينا نجربها، تخيلوا تزبط الدبل بومب. اول شيء بنفتح الاعدادات، بعدين عند التحكم نخلي زر سهل الاستخدام مثلا جي مثل ما هو سوى، ونروح وندخل جيم. اوه لو تزبط دبل بومب. طيب يا جماعه حاليا دخلنا الى الجيم، في عندنا هون بومب حصلت عليه، لنجرب انه نضغط حرف الجي شو بيصير. اه ثواني، والله هي اول مره انا استخدمها، ما بعرف هي اعدادات غريبه يا جماعه، والله شكلها ممكن تزبط. ايوه هي بومب، حصلت بومب. هودن جوم، تعال هات لنشوف، هات التكتيكال. اوه ماي جاد متحمس متحمس، ارمي كل شيء ارمي كل شيء عشان ما نتخربط. معاي حاليا تكتيكال وبومب، شوفوا لو بدلت بيناتهم راح يطلع هي الدائره، لكن لو جربنا الطريقه واللي هي بحرف الجي. اي هذا مين؟ اوكي الطريقه خربانه يا جماعه شكلها. يا جماعه خلينا نعطيها فرصة ثانية، خربيته هذا من وين اجى؟ خوفني اقسم بالله خوفني، هو معاه دبل برل، خلينا نجرب مرة ثانية هاي دبل برل. لا شفتوه؟ آه كذاب، مدري شلون مسويها ما بعرف. هذا اجى. اوكي خلاص ما تزبط ما تزبط. في عندنا هذا المكان السري الموجود في الغابة، اوكي اللي كلنا نعرفه في الشابتر الأول. لازم انك تحصل القنبلة اللي تبني وتجي عند منطقة الغابة، استخدمها جوا. شو بيصير يا ابن الحلال؟ خلينا نشوف شو يصير. والله انتقل مكان ثاني يا جماعة، شفتوه؟ ماني واثق فيها، شكله بيكذب. خلنا نجرب. طيب يا جماعة أنا حاليا موجود في منطقة الغابة وعندي هذا المكان السري بالتحديد، لو حاولنا نضرب عليه بالار بي جي ما يتكسر ما يصير شيء، خلاص هذا سر ما حد يعرف شو هو، فرح نحاول نرمي القنبلة بالداخل مثل ما هو سوى. أيوة اجت، بسم الله خلينا نجرب شو ممكن يصير. اوكي القنبلة انبنت تحت الارض يا جماعة الخير. خلينا نشوف واحدة غيرها. خدع واللي هي اماكن سريعة تستخدمها وقت تلعب طول الرانك عشان ما احد يشوفك وتبقى لاخر الزون. ايوه هذا بالنفق تكسر وبعدين تجي وتطلع. او ماي جاد تختبئ فيه المكان الثاني جانب لوت ليك، تنزل تحت الجسر كمان ما احد يشوفك. ايوه والمكان الثالث اللي هو بالحفرة هنا، تطلع فوق وتكسر وبعدين تجي وتنزل. شوف كيف اختبوا، خلينا نروح ونشوف هدول المناطق. طبعا يا جماعه انا دخلت طور النوبلدينج عشان ليش؟ عشان ما احد يجرب يستخدم البناء. راح اجي عند النفق هون، ايوه بسرعه، خلينا نشوف، كسر هنا، كسر كسر بسرعه، ما حد يجي، نقدر نطلع صح؟ يوب يوب نقدر نقدر، بس اول شيء لازم نجيب سلاح. وربي في واحد هون، بسرعه بسرعه بسرعه. اتسلق، ايوه بس اختبأ. والله اختبأت، مستحيل واحد يوصل لي هون، شايفين هذا المكان السري تحتي. او ماي جاد، ايوه جو واحد جو واحد يا رب، جو واحد جو واحد، يو ياي اتسلق. ايوه خد هي القم. او ماي جاد والله مكان رهيب. المكان الثاني يا جماعه واللي هو موجود في منطقه لوت ليك، لازم ننزل عند هذا الجسر. اصبروا نجرب، نزلت تحت، ايوه نزلت، والله نزلت. نزلت مو باين مني شيء. لو دخلت هنا ما احد راح يشوفك حرفيا وتقدر تضرب، شوف ما احد يشوفني، هي واحد شوفوه قاعد بضربه، يلا تعال القم القم. مات، اسمر مين قتله. المكان الثالث واللي يعتبر افضل مكان للزبنه موجود في هاي المنطقه، تعال ننزل هنا، ايوه تعال انزل هنا فوق فورا، كسر هذا الجدار هون وبعدين ادخل ورا، شوفوا خلاص. مستحيل واحد يكتشف انك انت موجود هنا. تقدر تضرب؟ تقدر، يعني لو واحد فات هون خد القرنين يمر. اوكي
اوكي يا جماعه. طبعا لو بدك تطلع ما تقدر تطلع، فلازم انك تكسر وبعدين تطلع. فخلص يا جماعه بكفي جربنا خدع كثير بالتيك توك. اكتبوا لي تحت بالتعليقات افضل خدعه شفتوها وممكن انكم تسووها. وبس شكرا لكم للمتابعه لحد الان. كان معكم سبايدر من قناه سبايدر جيمر. بيس اوت.